نسبي وعلمت ربنا الأول من أرقام الجلوس وهدف كل المطالق من عذو صبي. اللهم صل عليه. يافا احمد البحريني بيدينا البحري. نعم بنروح نغير جو ونتمشى وننبسط. ماشي اسمه خالد نبغى يودينا الكويت. نروح الكويت ونفلم ما وننبسط. اي والله تكفى يا ابو خالد. تبون الليله شو اسمه؟ نبي الليله الكويتيه. اي والله تكفى يا ابو خالد. اي والله نبغى تكفى. انت ما قد سويت الليله الكويتيه؟ نبغاها في وسط الكويت. اي والله نبغى نزور الكويت. والمعلوميه والله ما قد طبيت الكويت. وانا والله ما قد طبيت ما عمر بحياتي طبيت الكويت. اول شيء يا شباب كل واحد نبي ناخذ منه كلمه انه يطلب اننا نروح للكويت لابو خالد، لان احنا اذا ما ودانا ابو خالد راح نذبح ابو خالد. لحظه لا ما قد جاء ببالك ابو خالد؟ خل بعلمك انا ابو صلوح وابو خالد اقطع كلامك. من بدايه البرنامج انا ابو خالد دائما اسولف عن السفر وما السفر والكويت واني انا اول سفره ان شاء الله لي بالكويت، خصوصا اني انا ما عمري ركبت. تبغى تروح الكويت؟ طياره. ايوه جاي اللي هو اول طياره على الكويت. الحين نبيها بشكل رسمي ما نبيها. انت ما انت مقصر لكن ابي احنا رسمي. والله شو اسمه اللي امس قلته انت؟ شفت امس دشيت الكفشه روم ودعيت ما كنت موجود رئيس مجلس الامه مرزوق الغانم. مرزوق الغانم وهو تبارك الرحمن يحب الشباب وايد ويدعم الشباب. حلو عرفت؟ انا اللي قدرت اني وصلت قلت له اتمنى ان شباب حياتك كل ان نروح هناك الكويت باذن الله. وجهك وديكم وين؟ قاعه الاوبرا اللي دشها وشرفها الملك سلمان. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. الليله البحرينيه والله العظيم لانها غيرت نفسيتنا. هذا ما قد رحنا والله انا تغيرت نفسي. تغيرت نفسيتنا تغير تغير جو يا اخي. يا اخي نبغى نروح البحرين ثم نروح الليله الكويتيه بعدها على طول. اي والله بعدها. ما نرجع منك لكن خلاص كنا نفكر بمخيم. جاتنا ليله بحرينيه تجينا كويتيه. ما نبغى مخيم. انتهى الموضوع. شهر من غير تواصل معهم ولا شيء ولا؟ انا بطلع ان شاء الله الحين. تطلع اليوم؟ بعد البرايم ان شاء الله راح اروح عشان انا كان بخاطري اني اروح انسق الليله الكويتيه تكون هنا. حلو؟ لا ولكن انا ادري جمهور بدايه جمهور مسهر بيض الله وجهه ولما يشوف الرجل اللي ذكرت اسمه ان الناس يبون يحضرون الكويت. اي والله نبغى نحضر. اي والله لنا الشرف يا اخي ودنا نحضر سوا. يا الله يا الله يا رب. ومن نتعرف على الكويت بشكل طبعا معروف لا يعرف لكن صحيح. نبغى نعيشها نعيشها يا اخي. نسمع عنها اشياء كثيره يا اخي. هالأوبرا عندكم الابراج اللي في الكويت اشياء الجهاره هذه الحاله يروح الاحمدي سلوى يا عيال سلوى. اسمع احنا نسمع ونشوف بس نبغى نعيش. ايش رايك في الهاشتاج هذا؟ شنو شباب حياتك يبون الكويت عرفت؟ وفيه منشور لا والله يا رب عيال اللي تكفوا مرزوق الغانم احسن في الاستاذ. اي والله شباب تكفوا حياتك يبون الكويت. الكومنتات نبيها مليون الشباب حياتك يبون الكويت وفيه تجي مليون كومنتات منشور الرجع بس يلا مليون. تطلب انت تطلب الشيء هذا بيض الله وجهك. طلبناه والله وانه ان شاء الله وصل. والله ان شاء الله شباب حياتك يبون الكويت. انا متاكد اذا وصل له هالحكي بيلبي. ايوه وفيه لا طبيعي بيلبي إيه؟ ما بيها كلام يا اخي. واقرب يا عيال ما بيها كلام. اقرب دوله بس هذه ترى حمل عليك ابو خالد. الحمل كله عليك. والله انا قلت لك الحمل والله عليك يا ابو خالد. وانا يعني ان شاء الله انك ما تكفى يا ابو خالد. زين انا اللي ابي هم شيء ثاني. ابو خالد قدم الحمل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله راح اطلع انا بس اطلع ان شاء الله. بس نابي راح اقول في طريقه معينه راح اسويها. اذا هذه ما ضبطت راح اشوف طريقه ثانيه. كفو تصرف. انا علي ان شاء الله باذن الله اطلع. متى راح اوصل الكويت؟ 10 الصبح توقيت الكويت مطار الكويت. كم بينكم ساعه؟ ارد ساعه وربع من الكويت للرياض. يعني لا لا 10 انت هناك هنا خلينا 10 برضه 10 حلو. الساعه 10 ارد البيت شاور وغتر وطير حق الشخص هذا اذا كان بالكويت. تروح لمن؟ مرزوق الغانم. تروح له مرزوق الغانم. يعني شباب حياتك يبون الكويت في الدام يمشون مرزوق الغانم. مرزوق الغانم مرزوق الغانم يا ابو خالد. عندنا نبأ قوطب سناب على الكلام ذا الهاشتاج. اسم الهاشتاج الهاشتاج. ايوه نبأ يا جدي يا شوقي نبغى يعطينا السلامة. احنا هنا ما نقدر نسوي شيء ما مع جوالات ولا مع شيء لكن في ايش؟ ناس بتوصل رسالة فيه ناس كفو ورانا اكيد يا نشأ يجون
يسعون راحة كل واحد منا. وأنا ناطر هالكفو يدشون وأقول لهم الهاشتاج. ما أبشرك على طول. أبشرك الربع أنا. يا أخي أبي أدخل أتوقع أدخل. ما يشتغلون. عندك دون حظ على لعبته. الهاشتاج ده ما ياخذ معهم لفة في نص ساعة ولا ربع ساعة. كثير. أي والله. كثير ربع ساعة. آسف خمس دقائق. إيش خمس دقائق وأنت ساعة. وأنا بقول لك شغلة علي علي علي. لا دقيقة علي. تخيل أنت الحين صالح. يا رجال قد يرد الرجال ذا الحين صادق يقول دقيقه لكن ابو خالد ابو خالد بده مجازل الليل عد عليك بس انك تكتب الموضوع بس تركز على الموضوع بس وروح ادعي باسمنا بس اكيد انا ما هني قاعد اتكلم احنا متحمسين ذا الليل الكلام اللي بقوله بغير نفسياتنا يا ولد بس تنكسرت نفسياتنا ادري من اللي بيجيبك باسمنا كل واحد جمهوره بيجيك باسمه يا اخي مين عراض المنتجع باسم عبد العزيز مين عراض المنتجع يا ولد انت شفت امس مين عراض المنتجع اي والله انا ابو خالد عرب المنتجع اقول لك اكيد الجمهور اي ربعي انا اللي ذولا باذن الله اقول لك يحبون عبد الله يحبهم تاكد والله انهم معك ويعرفون عبد الله يحبك ابو خالد ابو خالد نبي نروح بالسلامه ان شاء الله وترجع بالسلامه ان شاء الله وتدخل مع الباب تقول ابشركم الليله الكويتيه راح تكون هنا جايب لنا الدعوات ويش ابو خالد من امس الى اليوم يوم احمد البحريني لبى دعوه الشيخ الله يحفظه الخليل والله اني الشيخ ناصر الشيخ ناصر بن احمد ابن حمد ناصر بن حمد ناصر الحمدي إيه؟ والله العظيم نفسياتي ما تغيرت اليوم اليوم كلنا على الصبح كلنا موجودين على البث انا صبح كلنا اقول والله تغير تخيل والله ما انقطع من العصر بدون هاشتاج والله انقطع من العصر لا تخيل انت الحين حسابك الدش ولا تلقى 2000 3000 كومنت ايش راح يصير عندك بالنسبه لك والله هلا وش جاي يا نانا والله ايش ترى شنو مسوي عرفت شلون ف شغلتك في السناب بس اخذت بس بثلاثه انت احنا نطمح 100000 الحين تشاور انا علي وعبد العزيز تو 800 بس ابشر ازر ونبغى يا اخي حتى تغطيتها الكويت جت الجوالات بدينا يا اخي الكويت خام تكون الربع احنا نبغى نعيش وللعلم الجوالات ان شاء الله اذا خلونا ما ادري اذا هل طول الوقت بث ولا لا راح نروح الكويت انت ايوه طيب عيال اللي عندك ان شاء الله توينز كوينز تو توينز مدري ايش باذن الله لافنيوز باذن الله وجه تم مدري ايش وش لافنيوز عبد مجمع ضخم والله 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 رايق والله رايق ينظم ملابس يا رجل اي والله راح يتمشون راح يجي راح يتمشون الليله الكويتيه اسمع ليله الكويتيه هذه الليله اللي بنبث فيها في ثلاث ليالي غير ثلاث ليالي هذه خليك على البث ليله كويتيه خليك على البث يا ريال لازم نشوف تعرف على يا ريال خليك على البث جهره يا الاحمدي الاحمدي جهره برضو ايوه يعني لازم وان شاء الله اذا صار نصيب ان شاء الله نسوي بث بابراج الكويت في مطعم فوق يا لا تقول لي دور ولا دور لا يدور انت قاعد ويدور شوف لك مشينا يا رجال ها باقي ننتظر الدعوه مشينا بس حاول تشحن جوالك يا ابو خالد لانه بيزعجونك بس ابشر مو بيزعجونك ازعاج حميد بس يعني يا انهم بيدلبون على يعني جيب لك اثنين بنك باتري بانك اقول اطلع اطلع واستمتع بالهاشتاج تشوف بس صالح بس هذا انتم ما طلعت براين تروحون معنا ان شاء الله لان ان شاء الله النيه كويت بعد بحرين جهزوا لهم قوادز رصيدك هناك جهزوا الاغراض جهزوا العزبه العزبه لاني اجي نحرك واحد الباقي ماخذ اغراض ولا شيء جهز اعماركم يا ولد والله الذي لا اله الا هو لو نقول نمشي بعد شيء واحد يقول عادني بسوي ولا عادني ولا بروح لحلاق ولا باخذ اغراض نبغى نمشي من هنا توكل على الله انا ما بركب الطيارة وانا بحب اركب الطيارة اسمع لا والله حصري للاخويا فاذا كان بركبها لا الكويت غصبا عن خشمي يعني يا باشا سلم لي خشمي انه ودي ان شاء الله البحرين ام البحرين ما رايحين به على طيار والله تنطر قصمع الله يا ابو صلوح عشان لا نوصل نخلص ونرجع عندك جاي بالهل على قولت ترى تلقانا هناك هذا ابو صلوح هذا تكوان ايش في بيب بيب واوصيكم اي شيء تبونه اكتبوه عشان اتواصل مع فريق دعمكم اذا تبون شيء ما تقصر ابيض وجه ابيض وجه بلغوا بسلامة بس ورق عنب ها ابو عودين ذاك عرفته اللي يجيبه منصور يحبه منصور يعني ما الحركات اللي توسع الصدر حلا اوريو بالغلط تستهبل ايه صح انا وياك واحمد سعود يبين وبعالي منين وقال لي بكره يقول تعال بكره يوم الاحد مطبخ ايش ذا الثقه يا رجال بكره وشو الاحد الاحد ايش ذا الثقه نقول ان شاء الله نقول بتقعد ولا بكره ثقه الماسي خلاص اني بقعد الماسي قول ان شاء الله
قول ان شاء الله. حلو ايش انت يعني ورا اني بقول ان شاء الله باذن الله لان كان اموت. ايوه بس كم مالك شف والله. يا لياط علينا. قوم يا عزوز ما لنا قاعده. قوم يا عزوز. لا انت اصلا المفروض حتى عزوز ما تروح معه. ترى انتم ملوك الذهبيات ما شاء الله عليك. يقول لي قوم يا عزوز وانا وش ماسي قال اني الحين. لا والله اللي نفس بس اقصد. كم مره جيتك؟ حتى نعلى بس ينقل. يلا. والله ان شاء الله يرزقكم بالجوال كلكم وان شاء الله ما علي ما يجي برنامج ولا شو مع الجوال الذهبي زي ما فرحنا مرتين مرتين جتني ذهبي ولا مرة؟ إذا دخلت أنا إبراهيم وأنت ما دخلت على مرمى أدخليني محمد. لا والله شفني لا استعرفني ما عندي ثقافة. سبحان الله تكبير مفروض صدق شوف الماسين كيف ربي شوف كيف معطيها كبر لا لا إني أبغى جلستي زي جلسة أبغى أجلس زيك شوف حتى أنت جلسة أفضل من جلسة أبغى أسترخي محمد عبد الله محمد وين انا اسف عبد الله صالح تعبان احمد شعود وين جالس اضغط على نفسي عشان ما ادخل برا احمد يمكن قاعد يدرس فيه الشباب لكن شكله هذه تعب مع السلامه لا ان شاء الله ان الله يرزقك بالجوهر هذا اليوم مشينا لا اقول لكم من الحين مع السلامه صالح وراح اضبط وضعي عشان افلح صالح شنو ام بعلي بعلي والله قال لي تعال انت احمد سعود وصالح بعد العشاء يا رجل لا والله انه قال الحين اذا ما جيت بندر حبيبي تعال دقيقه بس شناوي عليه خطه اليوم تطلع ابراهيم ولا لا ترى عادي يا علمنا علمنا لا 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 شكون واضحين شكون واضحين اسبوعي راح تتكلم عليه هذا قوته الحين الاسبوع ذا الله يسعدك طيب قوتك ناوي يطلع ولا شل والله انه عشان نعطي الشباب خبر بس خرج اكد عشان تشوف خلنا نسمع جلسه خاصه جماعه نسمع جلسه خاصه اليوم انه يدش لابراهيم خمسة الماسيات خمسة ويطلعون كلهم لا أربعة وتجي اليوم حق واحد ويكون خمسة الماسيات ببراين والسادس بيطلع والسادس بيطلع والسادس الغهر إنه بالأجوبة هو الأول عليكم وتطلعون أنتم مسكون والله نغبنا والله لكن عشان كذا إن شاء الله ما يصير الموقف ذا عشان كذا السادس هذا اللي يجاوب يلا عشان ما يروحنا المسات يقعد بيطلع هو أنا أسألكم بس أحس إن في ألف تغريدة بس لين نوصل عند أبو علي وألف أي ألف يا رجل يلا إن شاء الله قال ايش قال الف كل خمسه سته الاف ولا تبشر ابو خالد اي والله لا ان شاء الله كيف جو الكويت ابو خالد ها احتاج ناخذ معنا جاكيت ولا ما اي ثلج حلو الحين الدير احد نفس الرياض اخت الرياض ما كفر والله شو اسمه اي حط اكثر بنروح عند صاحب السمو يعني وين بالضبط هو يعني الحي او المكان اللي هذا هم ينسخون هناك الترتيب المكان اللي هو فيه موجود حاليا هو منو صاحب السمو الشيخ صباح الامير صباح الامير صباح نعم قصر يدري بس وين بالاحمدي بالحي لا لا بسلوى منطقتي بسلوى ما شاء الله عندك دار سلوى جيرانه ما شاء الله تبارك الله شعبان طيب سير عليهم قول لهم نبغى نجيكم زوارين ونسلم عليكم ونشوف على الكويت حب وخشوم تروح ترجع بالسلامة ابو خالد الله يسلمك وترجع بالخبر ان شاء الله ان شاء الله والله ودي اني ارد ان انا ازف لكم هذا الخبر باذن الله لا لا خليها انت بترد تجيب بطاقة الدعوة ان شاء الله هذه هي كروت زواج ما يحتاج دعوة ممنوع دخول اطفال استحق الاطفال لا لا خطا كذا مع الكروكي ما ويانا اطفال اصلا مع الكروكي رسالة واتساب تسد ما يحتاج دعوة. قلت قال تم. خلاص. اتصال يا ابن الحلال. صدق في البعض إذا قالك تم تحس إن تم لها قيمة. خلاص. ما عاد وراها شيء. أوديكم سوق المباركية. الكويت يا بوي. عطنا عطنا يا حبنا الكويت وحدة. الحين بسألك سؤال مجبوس الديار نفسها كبستنا الدجاج. لا لا غير. والله أفضل. بندوق موظف موظف يعني زيها يعني ابو خالد اكله ثانيه بندوق مجبوس دياي ايش اسمه ها دغبوس انت الحزام الذي معبوش معبوش انت الحزام الذي هذا شنطه شنطه حار لا لا ما اكل حرك تبي معبوش لا بوكلكم شيء بوكلكم زبيدي ابو عوار قلب عوار قلب الاصلي راح تدقون عوار قلب الاصلي هذا كلكم راح تصورون يا راعي المطعم الهندي اللي يستقبل المطعم حق معبوش حافظ المنيو كامل اي مطعم هات لا هو هذا مال شو اسمه عيد الحين